تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيزي وزو من توقيف شبكة إجرامية تروج للمؤثرات العقلية وحجز 5744 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ. وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيزي وزو عن وجود شبكة إجرامية مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة على مستوى قرية شعوفة بلدية مقلع ولاية تيزي وزو. من أجل توقيف عناصر هذه الشبكة وبعد ترصد تحركاتهم من خلال وضع خطة أمنية محكمة ليتم على إثرها توقيف 4 أشخاص من أفراد هذه الشبكة أثناء قيامهم بعملية ترويج هذه الحبوب المهلوسة. ورغم المقاومة الشديدة التي أبدوها تم حجز 5744 قرص مهلوس نوع بريغابالين بالإضافة إلى مادة علبة دواء تمزج مع مادة كوكايين. بعد التعمق أكثر في التحقيق تم تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات مجاورة أين تم توقيف شخصين آخرين من أفراد هذه الشبكة. سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بمجرد الانتهاء من التحقيق.